اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. استعرض مع حضراتكم حالا المباراتين الخاصتين بدوري الابطال اوروبيا، ونشوف النهارده كيف تاهل تشيلسي وكيف ايضا تاهل ريال مدريد الى الدور نصف النهائي. قبل ما نبدا مع بعض استعراض مجموعه من الصور للقطات هامه جدا اثناء المباراتين، اسلام عوض لاعب الزمالك واختفائه عن الفريق واختفائه عن دكة البدلاء، وربما جالنا أكثر من سؤال حول موقف إسلام في هذا التوقيت. يا إسلام مساء الأنوار. مساء الأنوار يا كابتن، إزي حضرتك؟ كله تمام؟ أخبارك يا كابتن؟ ربنا يخليك يا إسلام. يعني كلام كتير طبعا يا كابتن على انضمامك لقناة النهار، طبعا إن شاء الله تبقى إضافة ليا بإذن الله يا كابتن. يعني أشكرك يا إسلام، أشكرك. إسلام أنت كنت متألق، كنت في إنبي بالظبط، وكنت متألق جدا جدا جدا، إيه اللي حصل؟ والله يا كابتن طبعا انا لما رحت نادي الزمالك، طبعا حضرتك عارف انا رحت ازاي نادي الزمالك، رحت بطريقه صعبه، والمفروض ان انا كنت رايح نادي الزمالك عشان يعني طبعا اعمل اسم كبير في نادي الزمالك، ومن خلاله اروح منتخب مصر. بطريقه صعبه ازاي الاول؟ بتقول رحت بطريقه صعبه. يعني رحت النادي انبي ما كانش موافق، وكان كانت الفلوس برضو، كان نادي انبي طلب فلوس كتير، و والموضوع كان صعب يعني ما كانش سهل. وحضرتك عارف ان انا كان جاي لي عروض كتير، وانا فضلت ان انا اروح نادي الزمالك لان انا كنت حابب ان انا اروح نادي الزمالك يعني. كان ايام مين مدير فني؟ كان في نادي الزمالك ولا انبي؟ زمالك. كان كابتن حسن شحاته. اوكي. بس فطبعا انا جيت نادي الزمالك، انا طبعا شايف ان انا الظروف لحد دلوقتي ما ساعدتنيش في نادي الزمالك. شايف ان انا اتظلمت في اوقات كتير، لحد دلوقتي مش يعني ما افتكرش ان انا لعبت 3 4 ماتشات في نادي الزمالك على بعض، وده حاجه صعبه ان لعيب مثلا انت جايبه بفلوس كتير، وجايبه سنه صغير، وجايبه بعد اما خلاص بقى له 7 سنين بيلعب في الدوري الممتاز، فالمفروض ان ده لعيب مثلا خلاص يعني المفروض ده اكيد اما بينتقل من نادي لنادي، في لعيبه بتيجي من انديه بتاخد وقت على ما بتتاقلم على في فرقه كبيره مع الضغط طبعا مع النادي الجماهيري. فانا دلوقتي لما جيت لعبت مع نادي الزمالك ما خدتش فرصه اللعب الكافيه علشان ان انا اظهر بالمستوى اللي الناس متعوده ان هي تشوفني عليه يعني. فطبعا انا الظروف برضو البلد ما ساعدتنيش، ان البلد نفسها كان فيها ظروف صعبه مع احداث النادي الاهلي اللي حصلت، مع طبعا كل ده كان بيوقف الدوري، فانا ما كنتش بلعب باستمرار. وفي نفس الوقت انا برضو ما خدتش يعني مش فاكر ان انا لعبت 3 4 ماتشات، والفتره اللي انا لعبت فيها ماتشين ثلاثه الناس اشادت بيا. بس في وقت يا اسلام انت لعبت فيه اكتر من مباراه ورا بعض. ده الفتره دي كانت مع كابتن حلمي اول لما جه. والفتره دي حتى انا لما كنت بتكلم مع كابتن احمد حسام قلت له حتى انت ساعتها كنت بتحلل الماتشات بتاعتنا، فانت اتكلمت في التلفزيون وقلت ان مكتب نادي الزمالك في ماتش لو بره اللي خسرنا فيه 1-0 ده ان اسلام عوض ابتدى يرجع. فعلا. فالكلام ابتدى بقى يعني من بعد ماتش اول لما لعبنا ماتش بعديها اللي هو اورلاندو ده خسرنا 4. من ساعتها وانا طبعا طلعت بره التشكيل وما لعبتش مع كابتن حلمي تاني، تقريبا انا الوحيد اللي طلعت من التشكيل. فحسيت الموضوع بقى غريب بالنسبه لي. يعني فنيا ولا في سبب اخر يا اسلام؟ لا انا لا خالص، ما فيش اسباب تانية، لان انا ما بغيبش طبعا عن التمرين ومواظب على التمرين، لان انا برضو جاي من نادي انبي، نادي محترم ونادي نادي لا يعني. وانت بصراحه كنت في انبي رائع. ما هو كابتن حضرتك يعني برضو لازم تبقى عارف ان وحضرتك فاهم الكلام ده طبعا، حضرتك خبره كبيره. اما بيبقى اللعيب بيلعب ماتشات على طول بيبقى عنده فورمه، بالذات ان هو لعيب يعني خلاص انا لعبت في نادي انبي سنين كتير، فالمفروض الجماهير او الناس كلها تبقى عارفه ان اللعيب بيبقى فورمه ما بياخد ماتشات. فانا ما ينفعش مثلا اجي الاقي بيتقال لي ان انت بتاخد فرصه وبتاخد فرصتين وبتاخد مش ده المقياس اللي انا المفروض ابقى عليه. لان انا دلوقتي انت جايبني بفلوس كتير، فيعني حتى محمود فتح الله لما جيت مره طلع في الاعلام اتكلم قال ان اسلام عوض انا لو جايبه بفلوس انا العبه في الناشئين والعبه في الفريق الاول والعبه واطلعه المدرجات اعمل له حاجات كتير، ما دام انا جايبه بفلوس فلازم على الاقل اللعيب ده يكون متواجد. لكن مش هاجي مثلا العب بشوط وبعدين اقول دي فرصه، ما انا مش هتقاس كده.
بالعكس يعني المفروض اللعيب ده انت شايفه كذا مره وعلى هذا الاساس اشتريته، فلازم اللعيب ده ياخد فرصه كامله، ياخد فرصه عشان يثبت اقدامه باستمرار عشان يبقى فورمه. طب هل 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 اخذت فرصه مع الكابتن ميدو يا اسلام؟ هو بص حضرتك، هو طبعا كابتن ميدو يعني انا بشكره طبعا ان هو ساعدني اول لما جه وقال لي انا عايز اوقفك على رجلك واداني فرصه لعبني ماتشين شوطين ورا بعض، بس طبعا مش هي دي الفرصه اللي انا هقدر اقف عليها، هقدر اقف على رجلي، لان مش دي يعني مش ده اللي هيوقفني على رجلي، مش ده اللي هيجيب لي فورم. انا كنت في انبي بلعب على طول، فطبعا خلاص وصلت لمرحله كبيره، فهي دي اللي انا لسه ما وصلتش عليها في نادي الزمالك. اوكي، انت حاليا يعني حاسس ان فرصتك في الدوري السنه دي خلاص؟ اصل المشكله عارف ايه يا اسلام؟ مشكله المدرب، احنا اشتغلنا الشغلانه دي على قدنا يعني في القسم الثاني، انا برضو بقول لك عشان اهديك نفسيا، يعني المدرب احيانا بيبقى في الدوري الامور ما بتحتملش. انا عارف انت المعدن الاصيل اصيل، وانت معدنك اصيل لان احنا شفناك في ام بي كنت مكسر الدنيا، عشان المعدن ده يرجع بنفس الاصاله محتاج تلعب ماتشات كتير. الدوري ما يحتملش، موقف الزمالك ما يحتملش انه يحتمل لعيب هو عايز يجيب فورمه، لان هجيب فورمه عايز 3 4 ماتشات ورا بعض، لو الزمالك فلت منه ماتش ولا اتنين الدنيا هتضيع. فانا الحقيقه بستقبل مكالمتك يا اسلام علشان انا عارف انت عندك ضيق وكنت عايز تفرغ شحنه، بس انا كمان من واجبي ان انا اقول لك انه المدير الفني احيانا بيبقى مزنوق جدا وما عندوش فرصه حقيقيه. ما عشان كده انا بقول لحضرتك ايه، انا بشكر كابتن احمد حسام ان هو برضو قدر ان هو يعني حتى اخر قعده قعدتها معاه فقال لي، انا طبعا مصاب دلوقتي يعني بتاهل وبرجع، فبيقول لي انا برضو هفضل معاك لغايه اما تقف على رجلك، وهو بصراحه مش مقصر معايا. ممتاز. وانا برضو عذرته في حته ان فعلا احنا في الدوري مش ماشيين مش ماشيين يعني كويس زي افريقيا. فانا مقدر طبعا ان هو بيحاول يساعدني وكده، فانا قلت ان انا يعني انا مش بتكلم على فتره ميدو، انا بتكلم على الفتره من ساعه ما جيت نادي الزمالك عشان اوجه يعني اوري الجمهور مثلا انا وصلت لايه. اوكي، يعني انت عانيت من فتره الكابتن حلمي طولان على كلامك. يعني ففي ناس بتقعد تتكلم عليا، فالناس اللي بتتكلم عليا دي لازم تبقى عارفه ان انا فعلا ما لعبتش ماتشين ثلاثه على بعض علشان ان انا اقف على رجلي. بالظبط. في ناس كمان، في لعيبه كتير معلش بتيجي نادي الزمالك، اللعيبه اللي بتيجي كتير نادي الزمالك دي بتنزل الملعب ما بتطلعش الا وهي فورمه. فالفكره ان انا، طب ما انا جايب فلوس، طب ما لازم برضو تخلوا الناس تشوف الراجل ده ما ياخد ماتشات هيبقى عامل ازاي. وبعدين صحيح. كابتن برضو حضرتك بتقول الدوري ما يحتملش، هي الفكره برضو ان انا بلعب في اكتر من مكان، وان انا ممكن العب يعني مش 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 مثلا مش انا بتمرن على طول، فاللياقه مثلا مش بعيده. علشان ان انا الامور بالنسبه لي تبقى صعبه. بالظبط مدام يعني لعيب يعني على طول متواجد وعلى طول بشارك لو في ماتشات وديه، فهي الامور بالنسبه لي مش صعبه، يعني مش واحد بعيد عن الملعب فبيجي مثلا عشان يلعب فتلاقيه بعيد. نعم انا فاهمك والله يا اسلام. عموما خلينا نقول بنفس هادي الدنيا هتتحرك افضل ان شاء الله، مدام المعدن زي ما انا بقول اصيل ما تقلقش اطلاقا على نفسك، احنا دورنا كاعلام ان احنا بنوضح وجهه نظرك وبنؤكد على اصاله معدنك، واللي جاي مؤكد يا اسلام ان شاء الله هيكون افضل بالنسبه لك ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن. اشكرك يا اسلام، شكرا جزيلا. يعني ده مهم قوي ان احنا كنا نوضح ان اسلام الحقيقه لما كان في ام بي كان مكسر الدنيا، واتعمل المستحيل عشان يروح الزمالك، وبالفعل لما راح الزمالك كلنا قلنا صفقه مدويه، لكن سبحان الله الدنيا ما مشيتش معاه في الزمالك، ربما زي ما قال انه ما اخدش فرصه حقيقيه. لاعب اصله لاعب ثقه، لما اللاعب بيلعب ماتش واثنين وثلاثه واربعه معنوياته بتعلب، بيرسخ اقدامه، الكيمياء بتشتغل مدام معدنه مظبوط، لكن نتمنى له يا رب كل التوفيق. اوكي، خلينا نوريكم بعض اللقطات، طبعا الفوتوغرافيه وليست طبعا الفيديوهيه، مباراه تشيلسي وباريس سان جيرمان اللي انتهت الساعه تقريبا 11 الا ربع في الدور ربع النهائي، مباراه كانت في منتهى الاهميه والقوه بين تشيلسي وبين باريس سان جيرمان على ملعب ستانفورد بريدج. انتهى اللقاء 2-0 لصالح تشيلسي. احرز الهدف الاول في الدقيقه 32 اندريا تشورلي، والهدف الثاني في الدقيقه 87، وده اللي صعد بتشيلسي للدور نصف النهائي. دي لحظه الجون الاولاني اللي هو احرزه اللاعب اندريا تشورلي،
وبعدين ديمبا بقى في الدقيقة 87 أما جاب الجون الثاني مورينيو عمل لقطة رهيبة، جري بطول الملعب، جري ما تصدقش نفسه، لأن الجون جه في الدقيقة 87. الجون الثاني ده هو اللي صعد بتشيلسي للدور نصف النهائي، لأن احنا عارفين إن لقاء الذهاب في فرنسا كان انتهى بفوز باريس سان جيرمان، ودي كانت مفاجأة كبيرة جدا جدا جدا، 3-0. وبالتالي 3-1، أنا آسف، 3-1 هو الهدف ده اللي خلص الدنيا. العودة مفيش ابراهيموفيتش، وما أدراك ما ابراهيموفيتش. أدي مورينيو هو لما جري اتجنن اتجنن بعد هدف، فكرنا بجريته في ماتش بورتو بعد ما كسبوا كاس أوروبا. مورينيو الهدف بتاع ديمبابا ده جه في الدقيقة 87. بص بص مورينيو مع اللعيبة تحول إلى لاعب بفرحة هستيرية، لأن ده معناها إن تشيلسي دخل الدور نصف النهائي، يعني معناها طبعا لسه القرعة هتتعمل، يعني معناها إن ممكن يلعب فاينل دوري أبطال أوروبا، يعني معناها ممكن يبقى بطل أوروبا، يعني معناها ممكن ملايين الدولارات تخش خزينة تشيلسي، معاني كبيرة جدا 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 في التأهل للدور. أدي إبراهيموفيتش طبعا، وإبراهيموفيتش ده حتة لعيب كورة اللي هو بيلعب في باريس سان جيرمان دلوقتي، حاجة سوبر سوبر. أنا رأيي إبراهيموفيتش ده من عظماء كرة القدم، ما أخدش حظه من الإعلام الحقيقي لأنه بعيد عن الـ 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 الأندية اللي هي بتلمع في العالم، لأنه باريس سان جيرمان مع كل الاحترام يبقى نادي باريسي، نادي فرنساوي، والأندية الفرنسية ملهاش الباع قوي. طبعا الألمانية دخلت دلوقتي في الصورة بعد التوهج بتاع بايرن ميونخ، وبروسيا دورتموند أيضا في الصورة، ولكن يبقى فريق تشيلسي الحقيقة أسعدنا، لأن الكرة الإنجليزية كرة جميلة، والملاعب الإنجليزية ملاعب جميلة جدا جدا جدا. هدف الأول شورلي في الدقيقة 32 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء في مواجهة الحارس، سجل البلوز، حاجة عظيمة جدا جدا جدا. يوم الجمعة الجاي إن شاء الله تشيلسي هيعرف المنافس بتاعه المقبل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد إن شاء الله الويفا ما يعمل قرعة نصف النهائي عقب اكتمال أضلاع المربع الذهبي. إذن تشيلسي في الدور نصف النهائي، مبروك للبلوز، مبروك لكل، خلي بالك مصر هنا بقت كمان بتشجع الكرة الأسبانية والكرة الإنجليزية. طبعا كنا نتمنى محمد صلاح يكون موجود، لكن هو لعب في نفس البطولة مع بازل وكسبه تشيلسي، وهو أهدافه في تشيلسي الثلاث أهداف دول اللي جابوه تشيلسي، كنا نتمنى طبعا نشوفه مع تشيلسي، ولكن تشيلسي هيحرم من مجهودات محمد صلاح في هذه البطولة، وإحنا بالتالي هنحرم من مشاهدة محمد صلاح في هذه البطولة. المباراة الثانية طبعا هي مباراة بروسيا دورتموند الألماني أمام ريال مدريد الأسباني، أيضا مباراة من العيار الثقيل جدا جدا جدا. انتهت المباراة بفوز بروسيا دورتموند على ريال مدريد 2-0. طبعا إبراهيموفيتش كان بره الملعب في المباراة الأولى، وفي المباراة الثانية كريستيانو رونالدو لابس بدلته وكرافتته وقاعد بره الملعب برضه نفس القصة، وبالتالي ريال مدريد اتغلب برضه، ولكن اتغلب 2-0. كان لقاء الذهاب ريال مدريد اللي لعب كريستيانو رونالدو الماتش الأولاني كان كسبان بروسيا دورتموند 3-0، علشان كده تأهل ريال مدريد بفارق هدف واحد لريال مدريد. بروسيا دورتموند الهدفين كانوا في الشوط الأول لماركو ريوس في الدقيقة 24 وفي الدقيقة 37، ومساعدة بيبي مرة ومساعدة سيرجي راموس مرة أخرى، وبالتالي النادي الملكي وهو نادية المفضل هيكون في نصف النهائي بإذن الله. إذن عندنا النهاردة ريال مدريد وتشيلسي في نصف النهائي، بكرة هيبقى في مباراتين حكاية، هيبقى أتلتيكو مدريد وده فريق يا جماعة فظيع فظيع مع برشلونة الأسباني، اتنين من أسبانيا على ملعب فيزنتي فيسيتني كالديرون، فيزنتي كالديرون. أتلتيكو مدريد وبرشلونة الأسباني في لقاء الذهاب
على ملعب برشلونة انتهى 1-1. يا ترى برشلونة خارج ملعبه على ملعب كالديرون وهو ملعب أتلتيكو مدريد هيقدر ميسي ورفاقه ان هم يحققوا في رأيي المعجزة؟ لان أتلتيكو مدريد ده فرقة يا جماعة ثقيلة الظل وانت بتلعبها، فرقة بلغة كرة القدم رخمة جدا جدا جدا. بكرة برشلونة عندها مأمورية صعبة جدا جدا جدا. ماتش التاني بكرة بايرن ميونخ الرهيب الألماني الرهيب أمام مانشستر يونايتد اللي بقى مستأنس قوي الفترة الأخيرة. لقاء الذهاب كان انتهى بالتعادل 1-1.